عائدات البلاد من أسعار النفط المسجلة رسمياً هي نفسها المعلنة في وسائل الإعلام، هذا ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في لقاء مع العراقية الإخبارية. الحكومة العراقية بحاجة إلى الفسحة المالية من التخصيصات المالية، والفسحة التي يتيحها العمل على إقرار قانون الدعم الطارئ، فسحة ستتيح بحسب المصادر الرسمية الفرصة للعمل على إقرار الموازنة الاتحادية في البلاد خلال وقت متزامن. ما هو مهم في غياب موازنة للعام 2022 تتقيد الحكومة بالصرف على طريقة 1 على 12 كما نسميها في الإدارة، ولذلك نحن بحاجة إلى هذه الفسحة، فسحة القانون، سواء كان تمرير قانون الأمن الغذائي الآن الموجود في مجلس النواب وإن شاء الله يمرر، وأيضا بالنسبة للموازنة التي نعمل عليها سريعا لإرسالها إلى مجلس النواب. ويرى خبراء اقتصاديون أن المبالغ المالية خارج مخصصات الدعم الطارئ بمعدل يصل إلى نحو 30 إلى 50 تريليون دينار عراقي، الأموال المحتسبة من الإيرادات المالية للبلاد ضمن إيرادات النفط وغير المستخدمة ضمن تخصيصات قانون الدعم الطارئ، داعين إلى استثمارها بشكل أمثل لحين صرفها ضمن مخصصات الموازنة العامة وتخصيصاتها. ضمن قانون دعم الطارئ والموازنة لسنة 2021 والانفاق الفعلي عليها لا يتجاوز 128 تريليون، بمعنى أن هناك 50 تريليون إضافية. نحن نتطلع إلى أن يكون لدينا صناديق للاستثمار السيادية تحاول امتصاص هذا الفائض. استعجال في توفير المواد الغذائية، الحبوب والزيوت والسكر والشاي، هذه راح تحل مشكلة بالوقت الحاضر وتبعدنا عن الأزمة العالمية. يشخص الخبراء نحو 6 أشهر للعام الحالي بإيراداتها المخصصة من عائدات الأموال في البلاد والتي تحسب خارج احتياج موازنة قانون الدعم الطارئ، أما سبل تصريف هذه الأموال بحسبهم فإنها قبان صناعة القرار السياسي والاقتصادي في المرحلة المقبلة. من بغداد، صابرين كاظم، العراقية الإخبارية.